بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 137 اللي خاص بطاقة السيكوا سيرفر. في هذا الدرس راح نناقش how to check grid is null or empty in سيكوا سيرفر. أنا محمد إماد عرفة، في هذا الدرس راح أتعرف على كيفية عمل checking إذا كان هذا الجريد اللي هو null or empty. أوكي، الآن بالبداية حتى تعمل checking لابد أنك تستخدم عندي هون اللي هو is null keyword حتى تعمل check إذا كان هذا الجريد null ولا لا. فبالتالي إذا هي الطريقة الأولى. خلينا الآن نشوف مثال بوضح ذلك. لو الآن رحت مباشرة على سيكوا سيرفر مانجمنت ستوديو، لاحظت ان هون عرفت variable اسمه myGuid من نوع unique identifier. بعد هيك مباشره حكيت له اذا كان هذا الGuid اللي هو is null، فبالتالي اطبع لي انه هذا الGuid is null، otherwise اطبع لي انه الGuid is not null. فلاحظت انه هون في عندي variable مش معمول له initialize، فبالتالي قيمته راح تكون دائما null، فبالتالي دائما راح يطبع لي الGuid is null. فالان لو باجي بعمل execute لاحظت انه طبع لي الGuid is null، لو باجي مره ثانيه بعطيني هون الGuid is null. في كل مره بعمل execute الGuid is null. اوكي، لان ايضا لو اجيت انا هنا مثلا قمت بتعيين اللي هو فاليو لهذا الجويد، فحكيت عندي هنا ماي جويد على سبيل المثال بتساوي لي اللي هو فاليو، وهي الفاليو راح اجيبها من النيو اي دي زي ما احنا فعليا شايفين. الان اصبح له فاريبل هذا الماي جويد، فبالتالي راح يروح دائما على الجزء الخاص بالس تمام بلوك، فبالتالي راح يطبع لي انه الجويد از نوت نل بشكل دائم. لو بجي على اكسكيوت راح تلاحظ انه بشكل دائم صار يعطيني الجويد is not null. اوكي، فبالتالي اذا هاي هي الطريقة الأولى اللي بإمكانك انك تستخدمها حتى تعرف إذا كان الجويد نز عمليا is null ولا لا. فبالتالي احنا هنا بنستخدم الـ is null keyword. تمام؟ الآن خلينا نروح نشوف بشكل آخر. تمام؟ الآن لاحظت أنا هنا معرف عندي variable، أوكي؟ وهذا الـ variable الآن أنا هنا عملت له initialize. الآن لو بدي إياه تمام ما بدي اعمل له انيشلايز عندي هون، فبالتالي بدي اقوم بعمل له انيشلايز عندي هون، فبالتالي بكل بساطه راح تكون قيمته دائما نل، فبالتالي في كل مره انا راح اعمل اكسكيوت راح يولد لي اللي هو نيو جويد جديد. اوكي، الان لو باجي بعمل عندي هون اللي هو اكسكيوت راح تلاحظ. اوكي، لان بعد هيك خلينا نيجي نعمل ايضا اللي هو سيلكت حتى اطبع واشوف قيمه هذا اللي هو الفاريبل اللي اسمه ماي جويد. الان لو باجي بعمل اكسكيوت راح تلاحظ انه طبع لي اياه. الان مره ثانيه راح تلاحظ انه في كل مره انا بنفذ اعماله بعطيه اللي هو جويد فاليو مختلف، لانه انا هون مش عامل له انيشلايز، وبالتالي راح تكون دائما قيمته نل، فبالتالي دائما راح يولد لي فاليوز جديده. اوكي، تمام. الان لو احنا هون مباشره اخذنا كوبي من هاي الفاليو واجيت حكيت له هون بدي اعمل له اساين للفاليو، فبالتالي لو اجيت حكيت له عندي هون اللي هو ماي جويد بيساوي عندي هاي الفاليو. اوكي، الان لو باجي بعمل اكسكيوت لاحظ هون اصبح في له فاليوز، فبالتالي الماي جويد ما راح عمليا يدخل الجزء الخاص ب عمليا بهاي الجزئية، راح يدخل بالجزء الخاص بالالس ستيتمنت، فبالتالي حاعطيني الجويد از نوت نل. اوكي، الان لو باجي بعمل اكسكيوت لاحظ انه هنا اعطاني بشكل دائم اللي هو 07 زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، ايضا عندي هون بالتالي بامكاني اني بكل بساطة احكي له عندي هون اللي هو اطبع لي اللي هو الفاليو. الان لو باجي عندي هون اللي هو اكسكيوت لاحظ انه عماله بعطيني الجويد از نوت نل، ودائما بعطيني نفس اللي هي القيمة. اوكي، فبالتالي اذا انت بدك تعرف اذا كان هذا الجويد فاليو هو عباره عن نل ولا لا، فبالتالي بامكانك انك تستخدم الاز نل كي وورد. طبعا اذا ما كان مش معمول له انيشلايز، بالتالي بامكانك انك تعمل له انيشلايز بالبدايه او بداخل اف كونديشن ستيتمنت. اوكي، الان خلينا نروح مباشره نشوف اللي هي الطريقه الاخرى، واللي هي عن طريق استخدامنا للاز نل فانكشن. الان لو بروح مباشره عندي هون ومباشره باجي بحكي له بدل ما كل نستخدم كل هذا الجزء ونستخدم الاف كونديشن ستيتمنت، بالتالي بامكانك انك تستغني عنه عن طريق اللي هو الاز نل فانكشن. وطبعا الاز نل فانكشن راح ابعث له عندي هنا اللي هو الفاريبل اللي اسمه ماي عندي هنا جويد، فبالتالي اذا كان عمليا الفاليوز بداخله نل، فبالتالي قوم بتوليد فاليو جديده، وهي الفاليو الجديده هي راح تكون من النيو اي دي. اوكي، الان لو باجي بعمل اكسكيوت لاحظ انه في كل مره عمال بولد لي فاليوز جديده. الان لو انا هون مباشره حطيت له فاليوز جديده، خلينا نجي نحكي set اللي هي ماي جويد ايكوال فاليوز جديده عندي من هون، فبالتالي راح تكون عندي القيمة ثابتة بشكل دائم. لاحظ أصبحت القيمة ثابتة. وكيف؟ بالتالي في عنا طريقتين، إما تستخدم اللي هو الـ is null keyword، أو بالتالي تستخدم عندي هون الـ is null function واللي هو أغناني عن الـ if condition statement.
اوكي، انا رح الاحظ انه كيف بدي اعمل تشيكينج اذا كان الجويد از امتي. شو يعني جويد از امتي؟ جويد از امتي هو عباره عن جويد لكن كل قيمه بتكون زيروز. ان هل انا في داعي ادخل كل هاي الزيروز حتى اقوم حتى احصل فعليا على امتي جويد؟ الجواب هو لا. بالتالي بامكانك انك تستخدم عندي الخيار التالي، بامكانك انك تعمل عندي هنا اللي هو سيلكت ستيتمنت، وتستخدم عندي هنا اللي هو الكاست، ومباشره تحول الزيرو اللي هو از اللي هو باينري، ومباشرة بعد هيك تمام ترجع تعمل مرة ثانية عندي هنا اللي هو cast، اوكي، وتحول عندي هنا الفاليوز اللي موجودة كلياتها as خلينا نحكي unique identifier، وبعد هيك مباشرة تعمل execute، فبالتالي راح تحصل على اللي هو empty، اوكي تمام. او في عندي طريقة ثانية انك مباشرة تعمل عندي هنا اللي هو select، ومباشرة تعمل عندي هنا اللي هو cast، ومباشرة تحول عندي هنا اللي هو 0x زي ما احنا فعليا شايفين، وتحولها اللي هو as unique identifier، اوكي. فبالتالي في كلا الحالتين بامكانك انك تحصل على empty grid، اوكي. اذا هاي هي الفكره. الان كيفك تعمل تشيك اذا كان هذا الجويد از امتي ولا لا؟ تمام، بالتالي بامكانك انك تقارنه مع امتي، او بالتالي بامكانك انك عمليا تستخدم الكاست، تمام. طبعا راح تلاحظ انه انا عندي هنا بالستيتمنت الثاني استغنيت عن اللي هو كاست واحده، فبالتالي بدل ما اعمل كاست مرتين اصبح هنا بامكاني اعمل كاست مره واحده فقط، اوكي. الان خلينا نروح مباشره عندي هون على السكند سيشن. لاحظت انه هنا المعرف عندي فاريبل هذا من نوع يونيك ايدنتيفاير، ومعطي عندي هون اللي هو الزيرو، فبالتالي انا هون عمالي بعمل مقارنه ما بين هذا الماي جويد مع مين؟ مع الزيرو. فبالتالي بما انه عندي هون الزيروز راح تساوي زيروز، فبالتالي حاطيني الجويد از امتي، اوكي. او بالتالي بامكانك بكل بساطه تستخدم عندي اللي هي الكاست اللي احنا قبل قليل استخدمناها، رح نيجي نحكي له عندي هون اللي هو 0x as unique identifier، اوكي. انا باجي بعمل execute، لاحظ انه اعطاني نفس الشيء، فبالتالي اذا حطيتها كلها زيروز او استخدمت عندي هون الكاست، بالتالي انت معك احد هذول الخيارين، اوكي تمام. الان لو باجي عندي هون الان لو باجي بعمل عندي هون execute لاحظ انه هي دائما امتي. الان لو بدك تولد مثلا قيمه جديده، فبالتالي خلينا نستخدم عندي هون اللي هو new id، فبالتالي اصبحت قيمته ما بتساوي الامتي، فبالتالي حيعطيني grid is not empty، اوكي. اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرسنا لليوم. بتمنى ان يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.